الكمامات ليست لكم، هذا هو رد الصيدليات على جامعي القمامة الذين هم في الصفوف الأولى على جبهتي تنظيف الشركات والمباني العامة وإزالة النفايات من المنازل والمستشفيات، حيث يواجهون انتقال العدوى، إذ أن الاحتياطات غير كافية في بعض الأحيان. ازداد عملنا كما القلق، المدينة يجب أن تبقى نظيفة، وإن كانت الكمامات غير متوفرة وأنا حصلت عليها من صديق. ومنذ بدء تفشي الوباء في فرنسا يعمل هؤلاء من دون انقطاع في تنظيف الشوارع والساحات والمراحيض، ويجمعون نفايات المنازل التي في بعضها مصابون محجورون وهم لا يدرون ذلك، الأمر الذي نتج عنه تسجيل الإصابات بالمئات بينهم والعديد من الوفيات. العمل مع كمامة بالنسبة لي صعب، وهي غير متوفرة لنا، ولكن مضطرون حتى لا تصبح باريس مدينة ممتلئة بالقمامة والنفايات. حوالي 600 ألف عامل تنظيفات في فرنسا وصفهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بجنود الصف الثاني في هذه الحرب، الأمر الذي أثار نقاباتهم التي رفضت هذا التمييز الذي أدى عدم الاهتمام بهم لناحية تأمين المستلزمات المطلوبة لمواجهة كورونا. مع إغلاق المطاعم والمؤسسات العامة وغيرها، فإن نسبة النفايات انخفضت بنسبة 40%، إلا أن النقابات تقول إن الخطر ازداد، ولا سيما على أولئك الذين ينقلون نفايات المستشفيات، فهم لم يتلقوا التدريبات اللازمة للتعامل مع وباء كهذا. طوني شمية، الحرة، باريس.